واحنا بنتكلم عن المتاعب والضغوط النفسيه اللي بتعرض ليها شبابنا النهارده، لازم نروح لاهل العلم. معايا في الفقره دي الاستاذه الدكتوره نهله ناجي، استاذ الطب النفسي بجامعه عين شمس. دكتوره نهله، شبابنا النهارده بيعانوا من ايه؟ هو ملحوظ في الخمس ست سنين الاخرانيين انه الشباب بقى بيقدر يعبر عن مشاعره اكتر، فبقى سهل يقول انا حاسس بالاكتئاب، انا حاسس بالقلق والتوتر، انا مش لاقي نفسي، انا مش عايزه اعيش، انا بفكر في الانتحار. دي جمل ما كناش بنسمعها بالسهوله دي قبل كده، ولا جت على بالنا واحنا شباب. يعني كان دايما انا مش لاقي نفسي. هو الشاب يلاقي نفسه في ايه؟ يعني ايه الحاجات اللي لو عملها يقول انا لاقي نفسي؟ لازم يبقى عنده حاجه عايش مبسوط بيها، وحاجه متحمس يخلصها عشان يكملها. هم عايشين النهارده في حياتهم فاسيلتيز كتير قوي، تسهيلات بس تيسيرات لحياتهم، يعني متاح ليهم حاجات كتير. ممكن يبقى معاه موبايل جديد، ممكن معاه تاب، ممكن بيلعب جيمز، ممكن بيخرج مع اصحابه، بيسافر، بيصيف، معاه عربيه، لكن كلها سعاده مؤقته. الحاجات دي تعمل سعاده مؤقته حتى للكبار ولا؟ اصل هو يعني هو بينبسط مع اصحابه 10 دقائق ربع ساعه، بيقضي سهره لطيفه وبعدين بيرجع لنفسه لوحده. المشكله ان هم شكوتهم الأساسية إنه أنا طول الوقت حاسس إن أنا لوحدي. شكوة شبابنا النهاردة إن هو طول الوقت حاسس إنه وحيد. في بيته وحيد. في بيته وحيد. في البيت في أب بيشتغل أو مسافر، في أم قاعدة في أوضة تانية، إخواته كل واحد في حياته، فهو قاعد لوحده في أوضته مع موبايله مع جيمز بيلعبها، وفي الآخر هو لوحده. حتى لو هيتشارك مع اصحابه ما بيشتركوا في حاجه مؤقته جدا، انا خلص الجيم دي وبعدين كل واحد فينا مش هيسال على التاني. ما حدش هيسالني انت متضايق من ايه النهارده، حصل لك ايه النهارده، عندك مشكله نفكر مع بعض في حلها. فهو جوه البيت لوحده، ما فيش الصداقه اللي فيها انتمسي قوي، يعني انا وصاحبي هنخرج مع بعض وهنقضي يومين سوا وبنسال على بعض، هنسافر نروح العين السخنه، نروح مركز شباب. لا الاحساس ان هو قريب مني وان انا اقدر اشكي له اي حاجه وهيقف جنبي وما يتخلاش عني، وهو كانه اخويا مش من امي وابويا. الاحساس ده برضو مش موجود في العلاقات الاجتماعيه. الارتباط حتى لما بيرتبط ببنت، كان زمان الارتباط ان انت بترتبط بواحده وتقعد 4-5 سنين نفسك امتى نقدر نبقى مع بعض بصوره دايمه. دلوقتي لا، هيجرى ايه لو العلاقه دي ما كملتش ونشوف غيرها. نشوف غيرها. وانا اتعودت على كده، ما انا في 3-4 باظوا قبل كده وممكن اعمل 5-6 تانيين، وكل واحده بنبسط شويه وبقى اتالم شويه وبعد كده بقدر اكمل. نتيجه الحاجات دي ايه على شبابنا بقى؟ نتيجتها ان في علاقات سطحيه، نتيجتها الاحساس ان انا لوحدي في الدنيا وهبقى لوحدي في الاخره، فانا هكمل ليه؟ طب في الدنيا انا موافق، بس في الاخره عارف ازاي انه هيبقى لوحده؟ ما هو انا مش منتظر جديد هيحصل. يعني انت حتى وانت ماشي مشوار الدنيا عندك طموح انك هتحقق حاجه، وعندك احساس انك هتبقى سعيد وانت بتوصل للهدف ده، وعندك احساس ان وانت بتحقق ده هتبقى صح عشان تكمل في اخرك كويس. لكن لو انت مش شايف انك وانت عايش بتعمل ده، ومش هتفرق هتخلص ازاي. امتى شاب من شبابنا يقول انا لازم اروح للدكتور؟ هو اللي انا بشوفه دلوقتي في يعني عيادات الطب النفسي انه الشباب في سن الجامعه وساعات في ثانوي بيجي العياده يا لوحده يا مع صاحبه او مع زميلته، وغالبا الاب والام ما يعرفوش بميعاد الزياره، وهو جاي يشتكي انه انا متضايق، انا مخنوق، انا مش قادره اذاكر، انا سقطت وما حدش يعرف ان انا سقطت، انا اتجوزت وما حدش يعرف ان انا اتجوزت، انا جات لي فكره انتحار كذا مره، انا خايف ان انا اعمل كده. بيبقى عايز يتكلم مع حد يسمعه، وعايز يتكلم مع حد فاهم المشكله ومقدره، مش هيقول له انت بتتدلع، مش هيقوله روح انتحر، مش هيقوله اصل انت بتلعب ما بتذاكرش. فعايز حد يقدر ان هو فعلا عنده مشكله،
وحد يقدر يضيف له حاجات تصلح الموقف اللي هو بيعاني منه. الأب والأم بداية الحل؟ ساعات بأصر إن أنا لازم أقابلهم، بس المهم إن أنا أوصل مع المرحلة إنه فعلاً يقدر يكلمهم ويجيبهم. وساعات حتى لما بيجوا بحس إن هم مش هيقدروا يحلوا حاجة. منفصلين؟ مش منفصلين، مش فاهمين أو مش مهتمين أو مش مستوعبين. يعني ممكن ساعات الأم تسأل كذا مرة والبنت أو الولد معايا في العيادة، أنت فين؟ أنت تأخرتي ليه؟ أنت هتيجي إمتى؟ أنت مع مين؟ وطبعا دايما بتبقى الإجابات مش مظبوطة. لما بقابل الأم بحس إن هي في حاجات كتير أوي متعرفهاش. متعرفهاش عن بنتها مثلا؟ ما تعرفش مثلا اللي زمان الأم والبنت دول أسرار مع بعض. لا، هي يعني مش عارفة البنت دي بتخرج تروح فين، مين أصحابها، إيه المشكلة العاطفية اللي في حياتها، مشاعرها شكلها إيه في الفترة الأخرانية، هي متضايقة من بابا وماما في إيه. وساعات الأب والأم نفسهم هم عندهم مشاكلهم، يعني هم دايرين في الحلقة بتاعتهم بعاد تماما عن الولاد. الرسالة اللي توجهها لكل أب وأم إيه وعندهم أبناء في العشرينات يعني أو في المراهقة؟ بص حضرتك، احنا بنجتهد في حياتنا، في دراسة، في شغل، في تحقيق نجاح مادي، بس لو فشلنا في ولادنا بنبقى فشلنا تماما. فاللي عنده ابن في العشرينات ومش هيحس انه نجح في هذا الهدف، انه هذا الابن يبقى امتداد لي، امتداد مشرف، دي تحويشة العمر اللي هتسندك لما تكبر، هو فشل تماما في حياته، فلازم يحافظ عليه. انت بتقولي كلام مؤلم وصعب، لكن هي الحقيقة، لأن احنا في زحمة الحياة بنفقد حاجات كتيرة، بس أسوأ الفقدان هو فقدان الأبناء في التربية. هنطلع نشوف أسئلة بعض المواطنين في الشارع لضيفتي ونرجع تاني. ليه نسب الأمراض والأعراض النفسية انتشرت اليومين دول كتير بين الشباب؟ مش هنقول ان هي انتشرت، هي بقت بيعلن عنها. يعني انا عايز اقول، هل هي كانت موجوده حتى في جيلنا وجيل حضرتك؟ طبعا وكدا. طبعا، يعني نسب الامراض النفسيه ما زادتش، لكن ما كانش زمان الناس بتعرف تعبر عن احساسها، القدره على التعبير زادت للولاد، وما كانش في حل يعني، كان او يمكن كان بيعبر في محيط ضيق، يعني ما كانش بيروح للدكتور، كان ممكن يقعد يتكلم في البيت، كان ممكن يتكلم مع صاحبه، كان ممكن يعرف يخرج نفسه بيها منها. لكن دلوقتي انت بتروح لحد متخصص وبتلجأ له، فبقت المشكلة معلنة ومحطوطة في إطار طبي. شبابنا في الأقاليم يروحوا لمين كأطباء نفسيين وأغلبهم في القاهرة وأغلب أسعار الكشف مرتفعة، والشاب بقى ليه مصروفه صغير يعني ومش عايز يبلغ أهله، تدي له نصيحة يروح يتعالج فين؟ هو المشاكل النفسية في الأقاليم أقل منها في المدن، لأن لسه في الأقاليم عندنا بيت العيلة، حمامية الأسرة، عندنا بيت كبير والجد والجدة عايشين مع الأب والأم، والخال والعم ما زالوا قريبين، ولاد الخالة ولاد العم بيتربوا مع بعض، فالتحامهم ببعض أقرب شوية، فبيبقوا حاسين ببعض أكتر. الأطباء النفسيين في كل حتة دلوقتي، ولو حضرتك بصيت على العيادات النفسية في المستشفيات الحكومية أو الجامعية هتلاقي إن ممكن العيادة بتشوف في اليوم حوالي 150 حالة. 150 حالة؟ وده عدد كبير يعني لما قارنها بعيادات بطنة أو عيادات جراحة ده عدد كبير قوي. كل محافظات مصر فيها في المستشفيات الحكومية العادية والأطباء. بس كان في مسح قومي قريته قريب إن الأمراض النفسية في الريف في ازدياد برضه. هي زادت عن الاول 2018. يعني بدا الناس تعبر اكتر، فبدات الناس قدره على التعبير. القدره على التعبير. هاخد السؤال الثاني من اسئله جمهور الشارع لضيفتي. ازاي اعرف ان انا مريض نفسي؟ وازاي برضه او ليه المنظمات الحكوميه ما بتوفرش رعايه صحيه للمرضى النفسيين في المستشفيات الحكوميه؟ عشان الموضوع يبقى ابسط شويه للشباب. هنقف عند فكرة إزاي كشاب أو حتى شخص كبير أعرف إن أنا محتاج أذهب إلى الطبيب النفسي. ذهابك للمريض الطبيب النفسي مش لازم تكون مريض، يعني في عدد كبير من المترددين على عيادات نفسية حد محتاج يتكلم مع شخص بروفيشنال، فأنت ممكن تكون محتاج بس تحكي، محتاج حد يسمعك صح، ومحتاج حد يوجهك تتعامل مع المشاكل اليومية إزاي. دي مرحلة مطلوبة إنك تعبر صح وتتجه لاتجاه
مظبوط في العلاج. في مرحلة مرضية نعرف إن إحنا مرضى لما ما نقدرش نؤدي وظائفنا بصورة صح. يعني لو أنا النهاردة مش قادر أروح امتحاني، مستواي الدراسي تغير، خلافاتي مع زمايلي وأسرتي في البيت بقت كتيرة، نومي تغير، معدلات أكلي ووزني بيتأثر، قدرتي على التركيز والاستيعاب بقت غير الأول، جات لي فكرة زي الانتحار، جات لي إحساس إن أنا عندي كوابيس كتير قوي قبل في أثناء النوم. دي كلها تغيرات في المعدل الطبيعي اللي أنا عايش بيه، تحتاج إن أنا أزور طبيب نفسي. بعد إذنك دكتورة نهلة، هروح لضيوفي في الاستوديو من الشباب عشان يوجهوا لحضرتك عدد من الأسئلة. اتفضلي. رشا هنداوي، محافظة الجيزة. كنت عاوزة أعرف هل في علاقة بين الحالة النفسية أو السوشيال ميديا بالاكتئاب؟ سؤال حلو قوي يا رشا. إنه السوشيال ميديا دلوقتي بتلعب دورين، دور إيجابي ودور سلبي. الدور الإيجابي إنها بتقولك يعني إيه مرض نفسي، وبتفهمك يعني إيه قلق ويعني إيه اكتئاب ويعني إيه وحدة، وبقت بتديكي فرصة تتعلمي الدنيا حواليكي فيها إيه، فدي حاجة إيجابية. يعني أنت تقدر تدخلي على السوشيال ميديا وتكتبي اكتئاب وتطلع لك أعراض، فلو لقيتي جزء من الأعراض دي شبيه باللي عندك يبقى أنا محتاجة هنا أسأل حد بروفيشنال. الجزء السلبي للسوشيال ميديا إنها عزلتنا عن الحياة الواقعية، فبقيت قاعدة في مجتمع افتراضي، أنا لوحدي مع السوشيال ميديا، ببص على روسيا بيحصل فيها إيه وأمريكا فيها إيه والصحراء فيها إيه ومعرفش الأوضة اللي جنبي فيها إيه، فدي بتزود نسب الاكتئاب لأنها زودت الوحدة وقللت التفاعل الطبيعي اللي بيننا وبين بعض بين أفراد الأسرة. فضلي. منة الله محسن، محافظة بورسعيد. سؤالي هو هل البيئة المحيطة بالإنسان ليها علاقة بصحته النفسية؟ أي منة، طول ما أنا عايش في بيئة إلى حد كبير مستقرة وبتديني دعم نفسي ودعم عاطفي، نسبة إصابتي بالأمراض النفسية تبقى أقل. لو البيئة اللي أنا عايش فيها عاملة عزلة عاطفية ومش مستقرة، يعني كل يوم في خناقات، كل يوم في مشاكل، مواعيد نومي، مواعيد مذاكرتي، استقراري المادي في مشكلة، مفيش حد بيسندني لما ببقى بتعرض لمشاكل أو خبرات جديدة عليا، طبعا ده هيزود نسب الأمراض النفسية. مينا مشيل، محافظة بورسعيد. هل في حملات شعبية لعلاج الاكتئاب النفسي؟ بس احنا من خلال الأمانة العامة للصحة النفسية، وده الجزء اللي في الوزارة الصحة بيشرف على قطاع الطب النفسي، يعني بدأنا نتوجه للحكومة وللوزيرة إنه العلاج النفسي يبقى ضمن التأمين الصحي، إنه من حق أي حد إنه لو حس بأي مشكلة نفسية إنه هو يتوجه للمستشفى اللي فيها تأمين صحي ويلاقي طبيب نفسي بمستوى ماجستير أو دكتوراه يتكلم معاه، ويلاقي كمان الأدوية النفسية متاحة. لحد النهاردة وأنا بكلمك ده متاح في كل محافظات الجمهورية على مستوى المستشفيات النفسية فقط، بس دي فيها مشكلة إن أنت لو لقيت نفسك بتعاني من مشكلة مثلاً وإنت في جامعة عين شمس هتروح مستشفى العباسية للطب النفسي، وإنت مثلاً في محافظة القليوبية هتروح مستشفى الخنكة للطب النفسي. في ناس مش عايزة تروح للمستشفى النفسي علشان اليافطة اللي محطوطة عليها من بره، وهيتكسف يدخل يقول وأنا مريض نفسي ورايح أتعالج زي المجانين، فمش هيرضى يروح. فيفضل إنه المستشفى الحكومي العادية يبقى فيها عيادة نفسية تستقبل الناس العادية، والطبيب اللي موجود ممكن حتى اليافطة اللي محطوطة ما تبقاش ده طبيب نفساني أو دي عيادة إدمان، نغير المصطلحات شوية، ممكن تبقى ده طب المخ والمشاكل النفسية. أخد سؤال تاني. عمر حمد الأصغر، محافظة البحيرة. إيه هي الدوافع اللي ممكن تواجه الشخص تدفع أنه ينتحر، وإيه طرق معالجتها؟ بس الانتحار ده قرار صعب قوي، يعني مش سهل ان حد يقدم عليه وينفذه الا اذا كان وصل لمرحله من الياس والاكتئاب عاليه قوي قوي يعني. فعلشان حد يفكر ان هو هيموت نفسه، مفيش حد بيعمل كده غير لو كان مريض اكتئاب او مريض اضطراب الشخصيه حالته سيئه متدهوره، يعني لانه اللي عنده كانسر ما يفكرش في الانتحار، بالعكس بيبقى عايز يتعالج وعايز يخف وعنده امل عنده امل رغم الالم اللي هو حاسه، ورغم ان نتائج العلاج ما بتبقاش دايما زي ما احنا متوقعين،
مريض الاكتئاب بيوصل لمرحلة إنه أنا مش قادر أتحمل الألم النفسي، مش شايف قدامي نور، مش مبسوط بأي تفاصيل في الحياة حواليا، يعني وأنا باكل مش مستطعم الأكل، مش مرتاح في النوم، مش قادر أشتغل، مش قادر أقعد في وسط الناس. فتيجي المريض عنده هذا القدر من الاكتئاب وتقول له طب تعال نتفسح، ومش قادر يتحمل يقعد في وسط الناس ويتكلم معاهم، ويفضل يبقى في أوضة لوحده. لما تضغط عليه قوي إن أنت مش قادر تتفاعل، ممكن يدخل ويحاول يأذي نفسه. سؤال أخير، فضلي. أحمد مصطفى، محافظة أسيوط. دلوقتي المريض النفسي في عوامل بتبقى محيطة بيه، من ضمن العوامل دي حضرتك المجتمع. المجتمع اللي احنا فيه يعني قلة منه يعني، ومش عايز أقول الأغلب، دايما بنطفي على المريض النفسي وصمة العار. إزاي إن احنا نشيل الوصمة دي ويعني ونغيرها في عون الناس؟ ما بصش يعني مثلا أنا أو غيري كمريض نفسي، إزاي البيئة اللي حواليا ما تنظرليش نظرة ازدراء أو نظرة من جوه أنا نفسي أحبط ومش هقدر إن أنا أخد خطوة إن أنا أتعالج. أشكرك. نظرة المجتمع. احنا عاملين في الجمعية المصرية للطب النفسي دلوقتي حملة موسعة بالتعاون مع مصر الخير وراديو مصر عن وصمة المرض النفسي. بنشرح فيها الأمراض النفسية، وبنشرح أن كل الأمراض دي ليها أسباب عضوية ونتيجة خلل في مواد كيميائية في المخ. بعضها بيعالج بأدوية بتصلح المواد الكيميائية دي، والبعض التاني بيعالج بعلاج نفسي، أو ممكن الاتنين مع بعض. فما بقاش المريض النفسي المفروض يتكسف. يعني أنا التايتل بتاعي أستاذ مخ وأعصاب وطب نفسي في جامعة عين شمس. ده معناه أن أنا ما ينفعش أبقى طبيب نفسي بدون ما يبقى فهم تفاصيل التشريح والفيسيولوجي والمواد الكيميائية اللي بيفرزها المخ، اللي نتيجة أي تغيرات فيها ممكن يحصل اكتئاب أو وسواس قهري أو فصام. الطبيب النفسي دلوقتي بيدرس مخ وأعصاب؟ ده لازم. بس تعالج مريض مخ وأعصاب برضه؟ احنا في عين شمس طالب البكالوريوس دارس مخ وأعصاب وطب نفسي، طالب الماجستير يحصل على الماجستير مخ وأعصاب وطب نفسي. طب مرضى المخ والأعصاب بيروحوا لمين؟ ممكن يروح للطبيب اللي معاه ماجستير مخ وأعصاب وطب نفسي، أو هيروح لمن يحصل على الدكتوراه في المخ والأعصاب، والمريض النفسي بيروح للدكتوراه طب نفسي. لكن أنا أقصد أقول لحضرتك إن خلفية الطبيب النفسي لحد درجة الماجستير لازم يبقى من ضمن المواد اللي درسها وامتحن فيها ونجح فيها المخ والأعصاب والمواد الكيميائية في المخ والمواد التشريحية، لأنه من غير كده ما يقدرش يعرف إيه الأمراض دي. هرد على حضرتك عدد من الصور وأخذ تعليق قصير على كل صورة. نبدأ بالصورة الأولى، لغة الاكتئاب. ده الاكتئاب. هل الاكتئاب ليه لغة؟ يعني في مفردات لو زارت على الشخص ممكن المحيطين حواليه يقولوا ده مكتئب؟ لغة الاكتئاب مرتبطة بثقافة الشخص وبمستوى تعليمه وببلده وبثقافته. ليه؟ لو أنا عايشة في مصر، المريض النفسي اللي عنده اكتئاب هيعبر بأعراض جسمانية، يقول لك أنا اليومين اللي فاتوا مش قادر أكل، ما بعرفش أنام، بيبقى عندي صداع. طب لو عايشة برا مصر؟ هقول أنا حاسس بأن أنا زهقان وحاسس أن مزاجي مش زي الأول. يعني الثقافة تفرق. بالضبط. الصورة التانية، المدير اللي بينكت على الناس في الشغل وبيجيب لهم اكتئاب، نتعامل معاه ازاي؟ كنا بنعمل دراسة في طب عين شمس، عملنا بحث على المشاكل النفسية اللي بيتعرض لها العاملين في الجامعة، الموظفين والتمريض والأطباء. وإحنا بنكتب النتائج بتاعتنا المفروض نقارنها بنتائج في أبحاث بره، فلقينا النتيجة بتاعتنا غريبة جداً. الناس كلها بره بتشتكي من إنه لود الشغل كتير عليا، عدد ساعات الشغل كتيرة، المرتب مش قد عدد ساعات العمل بتاعتي، الاحتكاك بالمرضى بيوترني. الناس بتوعنا بيشتكوا من حاجة تانية خالص، كانوا بيشتكوا نمرة واحد من الاحتكاك الشخصي بزمايلهم. يعني التمريض بتشتكي من رئيسة التمريض بتاعتها ومن زميلتها وتقسيمة المفاتيح، بس المدير ممكن يسبب دي للموظف. الحاجة التانية كانوا بيشتكوا من قلة الشغل، ان انا بروح امضي الصبح وبقعد من الساعة 8 لحد الساعة 2 ومفيش حاجة اعملها، فانا مربوطة على المكتب بلا عمل بلا تعليم بلا هدف لبكرة.
في نهاية لقائي بشكر ضيفتي دكتورة نهلة ناجي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. بعد الفاصل فقرة مواهب.